ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لك يا ابو حشر، الله يعطيك خير ويكفيك شر. ابو حشر ما شاء الله، الله يبارك لك، ما شاء الله ما شاء الله. فخطيب اركب قدام، اركب قدام، ايه احد يركب جنبه ده؟ ما حد يركب جنبه ده. فرحان اللي هو وعياله، تقول ما في الا هم في الدنيا، حتى حرمته ما تركب جنبه. طيب حرمه رح هناك بس. اجل اركب يا ابو ناصر، ابو ناصر لا لا انت كمان. والله التركب، والله التركب. يا مرحبا ومسهلا يا ابو راشد، الساعة المباركة اللي شفناك فيها. الله يحييك، وهذا من حظي طيب الليلة اللي خلاني اشوفك. تسلم، اتمنى اشوفك من زمان. جاب الله، الله يسعدك يا ابو راشد. حجر والطير والجميع وشيخنا الفاضل، الله يحييك. تسلم تسلم يا ابو راشد. مرحبا يا بنت الدين. غريبة يا خالي، بعد الشلة ما عاد شفتك. والله اني رحت ها هو تعرفينه. البيت ظلم خلاص. والله العظيم؟ وربي. ترى ما في الشلة الثانية، المدرسة بدت. طيب انت شغلتي بس نوم. المدرسة جت وانا ما درست ولا استلمت كتبي. ليش؟ انت شغلتي بس نوم. انا مغربت هبات تنشهرين وبات والناس. لا ما بشهر ما. والله ما بها بالمدرسة خلاص، المدرسة جت. وش تبين تكبرين الا صرتي؟ ابى اصير دكتورة. يا ربي، دكتورة ايش؟ دكتورة كذا، اللي جوني ناس تعبانين ادقهم وكذا. تدقينهم؟ ايه الله يدقها في الطاعة ان شاء الله يا ابو. يا ويل. ادري عاد هذا كلامنا كله يوم انه مثلك. اللي بصير دكتور، واللي بصير طبيب، واللي بصير مهندس، راحت كلها تبخرت. الحين ترى رسمنا لها قروض ويقفل. طيب انا بصير دكتور وما كان شغل. ابوت ما صار دكتور وامت. ما لكم علم. طيب انا مالي شغل اف امي وابوي، مالي شغل فيهم، مالي شغل. وانت تطردين الدجاج حافية كل ظهر. طيب انا عندنا غنم وعندنا الدجاج وعندنا كل شيء، اصير دكتورة. وش في؟ علمني وش في؟ يعني صاملة؟ ايه والله اسوي لك اذا طحت ولا شيء انكسرت رجلك اسوي لك الطبطيبات هذيك. وش انا الطبطيبات؟ بلاطه مؤثره بيك؟ لا هذا بشر يا ناس.